السلام عليكم خوتي، راح نعاود نشرح لكم طريقة العمل على هذا التطبيق لأن البعض يواجه مشاكل. سوف يعني أحاول مساعدتكم، وأنتم تشاهدون طريقة التسجيل وطريقة الدخول، وأيضا أشرح لكم طريقة السحب ووقت السحب. أولا كما تلاحظون لهنايا التطبيق راه عندي متوقف لأني خرجت من التطبيق. لو نضغط هنا يطلب مني الدخول. كما تلاحظون النقطة الحمراء موجودة هنا، عندما تدخل تضغط هنا تضع اليوزر نيم الاسم والباسورد فقط، وإذا ضاع منك الباسورد تضغط هنا. إذا ضغطت هنا ماذا يطلب منك؟ يطلب منك اسم اليوزر نيم وليس الإيميل، لذلك كل واحد فيكم يتذكر اليوزر نيم اللي وضعه، لأن إذا راح لك نسيت اليوزر نيم ما تقدرش تعود ترجع الحساب تاعك أبدا. هذا أول شيء. نضغط هنا ستار هكذا لكي نسجل الدخول. نضع الاسم تاعنا ونضع الاسم الذي وضعناه في الأول تسجيل، ونضع الباسورد. للعلم هذا التطبيق غير موجود على جوجل بلاي، ولكن وضعت لكم رابط خارجي تستطيعون تحميله بكل سهولة. نضع الاسم هنا ثم نضغط كما تشاهدون، نضغط سين اب هكذا. بعد ما سجلنا الدخول راكم تلاحظون بلي التطبيق يبدأ بالتعدين، لكن لما ينتهي التطبيق من التعدين ماذا تفعل؟ تأتيك هنا عندما ينتهي التعدين، يعني توقف التعدين، لأنك كل 6 ساعات أو 12 ساعة أو 24 ساعة تضغط، على باليش شحال ما حسبتش. تجد هنا خانة خضراء وتجد نقطة حمراء هنا. إذا كانت نقطة حمراء عارف بلي التطبيق توقف عن التعدين، واش دير؟ تضغط هنا فقط ليبدأ التعدين معك. هذا أول شيء. ثاني شيء طريقة سحب العملة. نضغط هنا على بوستر ثم ننزل أسفل، تجد هنا التاريخ الذي يحدده لك تطبيق للسحب. مثلا أنا 3 أفريل 2022 أستطيع السحب، ولكن من المستحسن تسحب قبل التاريخ بيومين. هكذا خوتي، تطبيق الحد الأدنى السحبي هو 5 دولار، كما تشاهدون هنايا 5 دولار، والحد الأدنى للسحب هو الكميات البيتكوين كما تشاهدوها هنا، هذه هي 12156. الكمية هذه تتغير على حسب ارتفاع وانخفاض عملة البيتكوين. مثلا التطبيق يسحب معك 5 دولار، يطلب منك 5 دولار، يعني لو مثلا الآن العملة راهي على يعني 5 دولار تساوي 12156. إذا ارتفع كما تلاحظوا هنا، تشاهدوا ترتفع العملة يتغير الرقم، تنخفض العملة يتغير الرقم. هو التطبيق وش مبازي؟ التطبيق يقول لك 5 دولار، ما يهموش شحال تكون العملة هنا، 12000 20000 14000، المهم هو يقول لك 5 دولار تسحبها. إذا مثلا العملة كانت مرتفعة هنا هذه 12129، إذا كانت العملة مرتفعة هذه 12129 تصبح أقل، مثلا 11000 10000، كل يعني على حسب الانخفاض. وإذا ارتفعت العملة وإذا انخفضت العملة 5 دولار تجيب لك أكثر من هذا، يعني 12000 هذه ممكن تولي 14000 15000. يعني شوف إذا ارتفعت العملة اللي كانت مرتفعة القيمة هذه تاع 12129 تصبح أقل، تصبح 10000، تصبح 9000، ما على بالناش شحال الانخفاض الارتفاع. وإذا طاحت العملة يعني نزلت هذه القيمة تاع 5 دولار تصبح هذه أكثر، تصبح مثلا 14000 16000 20000. المهم هو التطبيق يقول لك عندك الحق في 5 دولار.
الوقت اللي وصلت فيه انت مثلا التاريخ تاعك وكانت عندك 5 دولار، هذه كانت 12 ألف، ارتفعت العملة تصبح أقل، اسمها لك رابح. المهم التطبيق يطلب منك 5 دولار تسحبها مهما كانت، يعني مرتفعة أو منخفضة. هذا أول شيء كملنا معاهم لهنايا. وهنا كما تشاهدون ويدرو تو والت، عندما يصل التاريخ تفعل هذه الخانة وحدها، تستطيع السحب، تضغط عليه تسحب مباشرة. عندنا شيء آخر ما هو عندنا شيء آخر لكي يأتيك البونص، لأن التطبيق يعطيك بونص، تأتي هنا بعد ما تسجل، تأتي هنا تضغط، تضع الكود الذي وضعته لك على تيليجرام، تضع كود هنا هنايا مثال يكون لكم، روحوا على تيليجرام، هاوليك تيليجرام، خليت لكم الكود، هذا الكود تنسخه وتضعه هنا، ثم تضغط اونتري، يعطيك بونس، يعطيك 100 قطعة ولا 200 قطعة، ما على بالي شحال. المهم هنا تضغط عليها، مثلا تحب دير ريكوفر او تدير بالفتح بالبصمة بدون، يعني بلا ما تدخل بالموت باس ولا شي حاجة. هنا اذا حبيت دير باسورد ثاني ريكوفر، يعني لا قدر الله راحك الباسورد، تحب تدخل باسورد ثاني، هذيك شوازي سيكوريتي كيستيون باسورد ريكوفر، تضغط هنا تختار مثلا تجيب على هذه الأسئلة، نضغط هنا هكذا، وهنا انسور يعني نجيب على الأسئلة، يقول لك هنايا مثلا الصديق تاعك كذا، تجيب على الأسئلة هنايا. عندنا هنا التفعيل مثلا عن طريق تو اف، هذه تاع البين او الباسورد، يعني تحب تدخل بالبين، تحب تدخل بالبين 4 ارقام، ولا تحب تدخل بالباسورد كما تشاهدوا هنايا. كي نديروا مثلا البين، ندير الوك لهنايا، نضع هكذا هكذا، ندير الوك، الان كما تشاهدوا نضغط هكذا، اعطاني الكود هذا، الكود هذا واش ندير له، ننسخه نكوبيه، نروح مباشرة لهنايا، نضغط هنا، نضغط لهنايا، نكتب امبر هكذا، نضع الكود هنا هكذا، ونضغط هنا هكذا، تم إضافة الكود. ننسخ الكود هنا مثلا هكذا، أو نرجع لهنايا، فعلت الخاصية هذه. مثلا راح لي الباسورد ولا راح لي الكود، نحب ندخل عن طريق هذه الخاصية، نروح مباشرة باسكو هو التطبيق يطلبها، نروح ديريكت مباشرة لهنايا، ننتظر، نحمل الكود تاعي من هنايا ونضعه على التطبيق. دوك انا هذه الخاصية نعاود نحذفها، لاني الكود ظهر ليكم، قادر اي واحد يرفض الكود يقدر يدخل. كما قلت لكم الخاصية هذه نغيرها، نحذفها، هكذا. تعال نرجع للتطبيق تاعنا، نغير. المهم كان كملت معكم هكذا. المهم نعاود نرجع نوريكم طريقة كيفاش تسحبوا العملة. كما تلاحظوا هنا، لو تضغط هنا، تضغط على الصندوق هذا، يأتيك هذه المحفظة. عندما تقوم بالسحب تأتيك العملة هنا، ثم بعد ذلك تحب تبيعها تضغط هنا، هنا تحب تشتري مثلا، هنا الخاصية هذه عندما تسحب العملة تاعك تأتيك هنا،
لأني غلطت هنايا، باش مثلا تشري العملة أو تبيع العملة، يعني تبادل العملة تاعك. المهم حنا واش يهمنا كي تسحب تعطيك العملة هنا، هنا تجيك العملة تاعك، بعد ذلك تضغط هكذا، هذه عنوان المحفظة تاعك، وهنا تحب ترسل العملات تضغط هنا. كما تلاحظوا ما عنديش انا الاموال، كي تضغط ما تبان راكم تشوفوا هنا ما كاش، يعني لو كانت كاين العملة يطلب منك المحفظة اللي راح ترسل عليها. كما تقراو لهنا ادد فوند، يعني ما عنديش العملة لهنايا. خوتي السحب نضغط هنا، اسمحوا لي نضغط هنا باي هكذا، بعد ذلك تعطيك هذه الواجهة دي بي كارت كريدي، احنا ما نخدموش على هذه، نضغط لهنايا هنا، بعد ذلك تختار هذه ترانسفير كوين بيز. التطبيق هذا يعمل مع الكوين بيز، تضغط هنا كما تلاحظوا هنا مينيموم يطلب منك 4.53، يعني لما تعطيك 5 دولار عندك الحق باش ترسل تسحب 4.53. هكذا خاوتي باش ما نكذبوا عليكم، ما تقولي غدوة ما قلت ليش، لاني هذا واكتشفت انا ما كنتش نحوس عليها، لاني مهتم برك بالتعديل، ما راح نجبد انا 5 دولار، نخليه يعدل للماكسيموم، لان التطبيق هذا راه صادق 100%. عندك واشن هذا التطبيق فاش عندي نايا، دوك نقول لكم عندي نايا نعدل على كوان بيز على كريبتو تاب، دوك تشاهدوا بعينيكم هنايا كريبتو تاب عنده يعطي كما نقولوا حنايا كما تلاحظوا كل ساعة أو ساعتين تضغط هنا لكي تكمل التعدين، ولكن التطبيق هذا يخدم، التطبيق هذا يخدم 12 ساعة، يعني أنا بالنسبة لي هو أفضل من هذا. كما تلاحظوا هنايا هذا كوين بيز شحال عندي وين نعدل، راهي في 844 ساتوشي، ولكن التطبيق هذا كما تلاحظوا التطبيق التعدين تاعو اسرع، كما تشاهدوا هنا شحال عندي، يعني وصلت للحد الادنى، يعني عندي 12104، 12104 نشوفوا لهنايا نلقاو شحال 12117، تسمى ما بقاليش بزاف ونقدر نسحب، ولكن التوقيت كما قلت لكم حتى 3 افريل، يعني يعطيك في يدك مهله شهر كامل وانت تقوم بالتعدين، شهر كامل نظن باللي شهر كامل تقدر توصلوا كامل كما راكم تفوتوا 5 دولار وتسحبوا على كوين بيز. واللي ما يعرفش كوين بيز هذا هو تطبيق كوين بيز. هذا هو تطبيق كوين بيز، هو محفظة مثل بينانس، لما تقوم بتفعيل كوين بيز يعطيك عملات، يعطيك عملات، العملات هذه تقدر تسحبها، يعني اي دروبات، لان كوين بيز فيه يعني فيه اي دروبات اللي تقدر تربحها يعني مجانا. وكل إحالة تقوم بها يعطيك 10 دولار كما تشاهدون هنايا، كما تشاهدوا سوف أترك لكم رابط الكوين بيز، ونظن بلي راني شرحت لكم التطبيق، يعني كل شيء واش كاين في التطبيق، ما شرحت لكم برك فقط الانفستيسمون، يعني استثمار، ما انا نحبش نخدم في الاستثمار هذا، ما يعني ما نديروش ثقة، ما على بالناش التطبيق هذا ممكن يحبس ممكن لا،
مع اني على بالي تطبيق صادق، ولكن ما نغامرش كما تشوفوا هنايا. انفستيسمون انفستيسمون، اعطيك هنايا 94%. المهم نحوس نفهم عليه، نخدمه حنا مجانا بطريقة مجانية وهكذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.